بشكل واضح العلاقة العراقية القطرية السياسية علاقة يعني وطيدة، والشيخ تميم يتمتع بيعني سمعة جيدة وعلاقات جيدة مع كل قادة العراق سواء كان شيعة أو سنة أو كرد، وبالتالي قطر سياستها تجاه المنطقة سياسة ترضي العراقيين في كل الحكومات التي جاءت ما عدا الفترة الأولى فترة 2003 فما فوق، كان هناك سوء فهم في مسائل تتعلق بدعم قطر للإخوان المسلمين أو ما شابه ذلك، لكن واقع الحال يقول السياسة الرئيسية لقطر لمدى أكثر من 10 سنوات 15 سنة هي علاقة وطيدة وجيدة مع العراق. قطر تعرضت إلى حصار، العراق وقف مع قطر، وقطر في نفس الوقت دعمت العراق في كل مواقفه، لعل آخر مواقف قطر هو التنازل عن خليجي 25 لصالح العراق، ودعمت في رفع الحظر الأممي الدولي على إقامة البطولات في العراق، إضافة لذلك دعومات أخرى في مجلس الأمن وأمور تتعلق بالسياسة العراقية. لكن الحديث الآن عن حديث استثمارات، أي بمعنى الآن البيئة أصبحت جاهزة لهذا العمل. وأنا أتصور اليوم قطر، خلي أقول لك بكشف سريع، تسارعت لأن تستثمر في العراق لسببين رئيسيين. السبب الأول هو توجه السعودية وانفتاح العراق على دول الخليج واندفاع السعودية للتعاون مع العراق بشكل واسع، يجعل قطر تفكر جديا في أن تتعامل مع العراق على توازن في مسائل تتعلق باستثمار في العراق، أو على قدر التقدير أنه يكون العراق هو مرتكز للسياسات المستقبلية القطرية. إذا علمنا بأن طريق التنمية قطر تباشر فيه بشكل كامل وترحب به بشكل كامل على عكس بعض دول الخليج، وبالتالي أجد الأمر الثاني هو الواقع اللي يعيشه والنقع اللي يعيشه العراق لتسهيل وصول البضائع القطرية وصولا إلى أوروبا من خلال الناقل البحري أو الناقل الجوي خلاف الدوران حول الخليج. ذلك أنا أتصور اليوم الحاجة والبيئة المناسبة والتوجه حكومة السوداني وتغير المنطقة بالتأكيد، والعلاقات السابقة السياسية بين قطر وتمتع تميم بسمعة جيدة وبعلاقات مع العراقيين، أعتقد هذه سهلت كثير من مهمة القطريين في بغداد، وسهلت مهمة حتى الشيخ تميم.